يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا محيي العظام وهي رميم، أسألك يا الله، أسألك يا الله، من كان من المسلمين في هذه الساعة مهموما اللهم فافرج همه، ومن كان في هذه الساعة مكروبا اللهم نفس كربه، ومن كان في هذه الساعة من المسلمين مريضا فألبسه ثوب العافية، ومن كان في هذه الساعة قد ابتلي بالمعاصي والذنوب اللهم اشرح صدره ويسر أمره. يا الله، يا حي يا قيوم، يا مجيب الدعوات، قلت وقولك الحق سبحانك ادعوني استجب لكم. يا الله، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا سئلت به أجبت، على من نشر هذا المقطع أسألك يا الله أن تكتب له الأجر عدد ما أجريت أنفاسه، كما أسأله جل وعلا أن ينفس كربه ويغفر ذنبه ويشرح صدره ويحفظه من شر الأشرار